أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألون سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله. وكتاب كني متن سلم الوصول إلى علم الأصول وبقى سقالية طبناد أي كب الله ما يعشر كين وفصل عصبة كسابسا في بيان النوع الثاني وحو بيامين يا فصل كني قيبتي اللباد يا نوعي اللباد من التوحيد إلهي أقار كأها، وهو توحيد الطلب والقصد. وأنا التوحيد ك طلب كي أجد وحلا إن جربوا إلا إن جر طلبنا يو يم قصد قال إن قال يا هاي إلا إن هو ما إيه لا إن جربوا إن ينفل إنه أيوة المام يا توحيد كني وأنه معنى سكلها دانو دجنوح ولا معنى يا هاي باب كنا ينكهض لنا لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله ما حي نجربتا مقصد كي أجدد دوام ما حي مسألة سين كهض لنا أبو الشيخ وحين هراء قصة هذا الله توحيد الإثبات إن إله الله قاري له الله سجوحي إيا صفاتي إساقو أو كتل ما مي كتاب كيس حديث صحيح هو النبي جينا كسجنا ذي أو تلمام يلا بضع بري ما جيدا أينو كردقنا أو أينان إنو وحبك بدلنا سيدي أينو سو قاردي أينو أسقنا هذي أسماء ذا الله تاي يا هذي صفات كواوين إلهي لي أي أي تاي لا بضع بينا إنو سيدو ذا أرما إنو أيينو كسو هذا الله وما ضبضا أو هلك كديري يدي ومسألة أنه كسو هذا الله كل ما أيين كسو تلمان وحين كسو هذا الله نمان كي قدر يد الأورنج ري أو صفة قدر كإلهي أدي دي نمان كي جهم يد الأورنج ري أو صفة أو نمب إلهي كمان عي نمان كي معتسلة الأورنج ري أو صفة ينبضن إلهي لي هاي دي دي نمانكي ما تريد يدي أشعر يدي الأورن شرو تضبط صفو كلي يصفو ينك إلهي كصور يا باي انت كلا أورن نيري إلهي هلقا أنفيو أو سكلا هالور ديغو وما لها ابتداع إيه بدعادو أي يعني كب الله بنتوي مسألة التوحيدك هذا با ما أنت وحي نكهد لنا توحيدك تلمامي معناها لا إله إلا الله وانا توحيد الطلب والقصد بالله هذا محال ان قد طلبيا محال ان قربا ايت الماميسا وحول الشيخ رحمه الله عليه رحمه واسعا وعلى المسلمين جميعا هذا وثاني النوع التوحيد افراد رب العرش عن نديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان
وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وابى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا ديقه وجله وهكذا أماته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا وقد حوته لفظة الشهادة فيا سبيل الفوز والسعادة. هي أنت يعني كقالنا إن شاء الله وحويري رحمة الله عليه الشيخ هذا الأمر هذا ومبتدا خبر كيس محذوف يعني الأمر هذا أرنك واسدة أنكو سو شيغي تي هوري هداد إيوي ديسي أرنك واسدة أنكو سو شيغي هذا أي الأمر هذا أرنك واسدة تكلا أنو قدبه وثانيا نوعي التوحيد وثاني مد اللباد أو نوعي التوحيد توحيد كاللبادي صدق أما اللبادي سقيبود قيب تاللباد وحوي إفراد رب العرش ربك عرشك أو ربك وإن إفراد سود أكليشو وأد ككليشو عن نديد عن شريك الند هي الشريك وإسكو معنى مثلا توحيد كان ما أنت كهر لنا وحوي إلغا ربا إلغا طلبيا وحوي إفراد رب العرش ربك عرشك أو صاحبك إن ككليشو عن ديد وحل شريك إلهي مرنا بإلهي وحبر بردك تاسو معنيه دو يهي أن تعبد الله إن عابد الله واحدا كلي ديس معترفا آد اعترافته بحقه حقه كقول لي يهي وإن آد اعترافته لا جاحدا وإن آد أسرار يمرا كهركين حقوق ذا إله كقول لي يهي وإن آد جحود يديد ما يمرا وإن آد قلنين تصل قربا وهو توحيد كني الذي هو توحيدك به سبب تيس الإله إلهين أرسل رسله سببت إلهي رسوش أصود رينا وابا مسلدا أو توحيد الألوهية هي توحيد الربوبية أكل بحضايو ورأدو يدا يا أبو ري يا كو أرزاقة عرك يا سميي للك يا سميي حداد قالت تلاهذا با إلهي كل نبي محمد أبا جهل كاسا وقود درانو حداد وإذا قلت حداد كو تلاهذا من رب السماوات صمدا ياك الربيا ومن خلق الأرض للك يا أبوري أبا جهل حداد نبي محمد وكو تلاهذا وحوكو أوران دون الله والله بان كو دارته قال الله ولي أبا جهل كما مر من عرك عدي أبورته دولك عدي أبورتين كما مرمين إساق عدي أبورتين كما مرمين تانا مسلم لقمان نقضاء أبا جهل بار رميسنا أبا لهب بار رميسنا وليد بن مغيرة رميسنا وانو قرانا إنا إلهي إنو كان أبوري هاي وهذا وحنا الضبوة دانوا محي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفاء وحكا لو قمت يدنيه وحنا ربناؤون إنا إلهي أسيمرنو أو أنجو إلهي وكحشون هنا وكوتش جبح هنا إلهي يريرو إلهي عبادة الله صيم مريبا ربنا إنا صمي صنع مركان مسألة اللي يسكوها يا وح أبو ريم ما يحين يا وح أرزاقنا ما يحين مسألة اللي يسكوها يا وح وعي أرنك يا تلاد يقعانك يقدونك يا الله قدم بيني يا تلاد هذا إسكاله أو أتكوج أضع أو أترالك تهاي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مسألة الله يسكن ما عند أفسنا نبي محمد يا أبا جهل يسكن ما عند أفسنا
war abaa jahal talada ilaahay uu dhiib qoorta soo dhigo hoggaanka ogolow addoonnimo ogolow ilaahay talada uga dambe a'ah daarannad waan go'aanka ka gaaraya daarannad waan go'aanka ku soo samaynaya midda la ysku hayay taa weeye waana masalada towxiidka ambiyada ilaahay u soo diro oo wuxuu ku leeyahay markaa wahuwa towxiidkani alladii waa midka bihi sababtiisa al-ilaahu ilaaheen arsala uu u soo diray rusulahu rusushiisa yadcuuna ilayhi awalan waana midday ugu baaqayaan kowdaba bini aadmiga anicbudullah 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 nebi kastoo la soo diraa marka ugu horraysa weerarkiisu wuxuu ahaa ilaahay ha la caabudo oo ilaahay yaan waxba yaan la barbar dhigin oo taladiiyo guddoonka ilaahay ha looga dambeeyo waana masalada rusushu ay taarget garaynaysa ee marka ugu horraysa ay hadafka ka dhiganaysa wa anzala alkitaaba wa bihi sababtiisa ay bi hada tawxiid tawxiidkan in ilaahay talada looga dambeeyo a sababtiisa ah anzala alkitaaba ilaahay uu u soo dejiyey kitaabka watibyaana iyo caddayntan diinta ah ee kitaabku uu caddaynayo sababka loo soo dejiyey waa sababka towxiidkan maanta aan ka hadlayno min ajlihi dartiis baa loo soo dejiyey kitaabka wafaraqa alfurqaana towxiidkan dartiis baa faraqa loo kala saaray alfurqaana kala saaritaanka bini aadmiga waxa lagu kala saarayaana waa kan aynu ka hadlayno kayaa abuuray a laguma kala saarayo eeyaa talada looga dambaynayaa kaas weeye ka dadka lagu kala saaraya wafaraqa alfurqaana kala saarka ka dhalinayaana waa kaas weeye wa kallafa allaahu arasuula almujtabaa rabbi wuxuu ku kallifay oo ku faral yeelay rasuulkiisii la doortay almujtabaa almukhtaaru rasuulkii ilaahay doortay waxaa waajib lagaga dhigay qitaala man tawallaa canhu wa aba ilaahay wuxuu waajib kaga dhigay rasuulkii la doortayna inuu kula dagaalamo man tawallaa ninkii ka jeesta towxiidka wa abaa ee diida canhu ee can haada tawxiid towxiidkan towxiidka dalabiga ah ciddii diida inaad cadaawo ka dhigato nebigaa laba faray oo arrinkaa aad ka dhiidhidaan xataa yakuuna diinu khaalisan lillaah arladan alla iska leh in ilaahay keliya lagu caabudaa xaq ah ciddii wax kale ku soo kordhisaa dhulmi buu wadaa xaqii ilaahay buu makhluuq u oogayaa taa ka dhiidhiya haddaa islaam tihiin oo ninkaa daalimka ah ee maroorsanaya xaqii ilaahay idinkaa u diintii haysta eh arrinkaa maya dhahay ninkii diida weey ninku hadduu yeelu yidha war kitaabkaa ilaahay aanu ka hor iman maayo aniguse diintiinaa qaadan maayo tayadaan iska haysanayaa tiinaa wata mana ka hor imanayo waan idinla sheergaraynayaa amniga iyo wixii la mid ee aad ku jirtaan oo jisyadan bixinaya ka annagu la dagaalami mayno muslim haddaan nahay nalaguma faral yeelin ninkii yidhi aanu diintayda baatilka ah gurigaygan ku haysanayaa idinku faragelin maayo diintiinna waxna ka sheegi maayo ee ninka yidhi anigu horta ilaahay caabudi maayo in adduunyadan ilaahay lagu caabudana yeeli maayo war maahay kadaa adigu haddaanad ilaahay caabudaynin ilaahay baan kula sugaynaa ee gurigaaga waxaad ku caabudaysa ku caabud laakiin khalqigaa ilaahay ha ka hor joogsan cibaadada ilaahay kadaa may ana ilaahay caabudi maayo la igana caabudi maayo dulmi baad wadaa dulmi fowqa dulmi baad wadaa annagu noo ilaahaya ilaaha xaqiida way iska kaa celinaynaa haddaad xaqii ilaahay maroorsanayso daalim baa tahay dulmi baad doonaysa diidnay baan ku odhanaynaa ila nin kama weynide marka jihaadku wuxuu ku faral yahay ninka yidhi anigu ilaahay caabudi maayo laygana caabudi maayo carab bal yaa soo sheega nin gaal ah oo yahuudiya ama nasraaniya oo ummadda muslimiinta ah ku dhex nool oo ogolaaday jisyadiisii oo qoorta loo casayo ikaa yeedhi mina lagu qasbay diinta ma jirto laa ikraaha fi ddiin qad tabayana arushdu min alghay laguma qasbo
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يجوا حال قربون وردين تينا باطل كان سكهايست لكن مدى إيه إلهي هكل هرتشوك سنينا هيا إيه وياه بس اسكن الله إلهي قال مرجع وقت سب مرجع إلهي الله كل مس لكن إنك هدو كبراني صندقا وياه وإلهي كنت أجي حقوق ديسي ويراد إلهي أنا عابد مايا وكو ليجنا عابد مايا ما أقولي والله ما أنا كتاب كا قرآن كين الدنيا دلوق حكمان الرالي كاي حربانية كان كوكو قصب يا عادقة الكذانية كتابك قال لذا الدنيا دلوق حكمة يلي ما هي حربانية كان لوق حكمة يا تاوي تلاقي دي دي يا وأنا تإلهي النبي جس كفر ليالي وكلف الله الرسول المجتبى إلهي وحو كربي أو ككلف النبي وحل قصاري قتال من عنه تولى واجتبى قتال من روح إلا لديره تولى كيستي وأبى ديدي نيري عنه أي عن التوحيد توحيد الطلب كننك الديدة ولا لديره حتى يكون الدين خالصا لله ديررته انتيس عنيسا حتى يكون إله أهاده الدين عبادته يدينته خالصا له أي لله إلى أنت الدين خالص الدنيا ذن كهيرجليس سرا وجهرا سري عاطبة دقه وجله كيس يري كيس وينبا أنت كتاب كإلهي الورث نقول أيه مسلم كحلبا كسارا حقوق ذا إلهي الظالم كاس ومحان كل هذا مرور سنة أيه إنه كسوريده حلبا ينف جيل هلا دعيبا أنت صوب قلق في كل متى نبا حوليه س daacisan ayay horor ba soo weeraray tola ayay buu idaahda waa laga dabayaa dhiba in ma sha Allah ugu bareera markaas ah xoolii la soo dhiciya war halbaad u dhimatay ma ilaahi haqiisi iyo tawxiidkii rabbi oo zalim oo dhacsanayo bay naftadu ka qiimo badan tahay kama qiimo badna hal iyo diinta ilaahi ka qiimo badan diinta ilaahi ba ka qiimo badan waad u garowday ninkii geela soo dhiciyay ama ha ku dhaawacmaa ama ha ku dhintee maxaad garowsha uga bixin laadahay ninka diinta Ilaahay marorsanaya ee afduubaya warkada in la ilaahdo loo dhinto ilaa isba baatil buu u dhimanaya sabiil al baatil buu dagaalamaya wa hakada ummatuhu qad kullifa nabi muhammad waxa la faray diinta ku dagaalan hadii la diido oo xaq Ilaahay la afduubayo وهكذا سيدا سو كلبا قد كلفوا والحل صاري ولغو كلفي امته امدي سنه وحا لغو كلفي بذا كايسغا ذا واشاره كايسغا هو وردينتا الىالي خلبا ايدن كسارنه ولغو كلفي وفي نص الكتاب وصفوا مسلمين تنا نص عد او كتاب كابا لغو سفيه با الهيري إن يهين دد دين إلهي أدربا أو إلهي حقي سإن كعليان هررك ديار أو أهنف إيا مالبا كتاب كقرآن كاتسفدي سكه ليس إلهي محوكوي لقرآن كيس يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وحكلوا إلهي تبارك وتعالى قرآن كيس كويري محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الكفار والمنافقين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا آية ذكر وبدن وارهرر كإلهي حقيسة مرور سنية هل لقهر تشوكسدو هاهلو مؤمن إلهي يقانو أرنتا أهيقا وإن لهلا وهكذا سيدا النبي قال الله فري او كلبا قد كلفوا امته امتي سنساسا لقف يعني لقو كلفي بذا ارنك اي الدفاع الدين وفي نص الكتاب وصفوا مؤمنين كتاب كنسكي ساسفيبا وقد حوت لفظة الشهادة وقد حوته لفظة الشهادة فهي السبيل الفوز والسعادة
إن إلهي لو كليه لو أمر كي كدنبينتا لا إله إلا الله ذا أدلي ذا هي بابا كوبستي مركا الباب كا كسو قشي التوحيد كا تاسا كفرتيبا إن الديار أتاهي وحي إلهي كاربو وحي إلهي كاربو بين آدك تشوغيسو وحانك يعني مسلم كمان تنول وحا لأورنكرا معناها لا إله إلا الله أي لا ذا إنتو ذا بضن أبا جهل باوغا أقوم بضنا مالنتي نبي الله محمد أي أقر نكتين عليه الصلاة والسلام أي أذيركي أبا طالب قرغي سيمادين إلى نويلكا غنقا قبصو سفها أحلامنا إلهي ذا يذيب وحكا شيك عقلي يذيب وح نقصان كتل مامي إلى نكا غنقا قبصو oo abaa adeerkii ku yiraa adeerkayo qoomkaagi way ka cabanayaan maxaad ka rabtaa oo yiraa adeerkayo hal eray baan ka rabaa kelmad baan ka doonaya wallahi kelmada haday ii yiraahdaan anigu waxba uma haysto abaa jahal baa wuxuu ku yiri kelmad baad sheegaysaa boqol baanu ku oranne kelmada aad nagu badbaadinaysa noo sheeg kelmad sooma boqol baanu ku oran haday kelmad uun tahay ee kelmadda noo sheeg markaas wuxuu ku yiri qulu la ilaha illa allah waxa tiraahdaan la ilaha illa allah dhahay intaas aan idin ka rabaa markaas wuxuu yiri idan tuxaribu kal arab wal ajam la ilaha illa allah maqsad keeda waan fahmayna hadaa taa ku adkaysato wallahi carab iyo ajam way kula dagaalami carab iyo ajam intuba way kula dagaalami aba jahal baa idan tuxaribu kal arab والعجم مركا لا إله إلا الله مركا تلاهضو آيات صوغ شيء حقوق دي سيره الله وحو إلهي كاري بيبات كهاري وحو إلهي كفرين واد لا إيمان وحكالو أولوغو أقولي أنت عبد والعبد مأمور أدون باتاي أدون والله أمره هداد ليرهي أنا عبد وهو عبد ودي لهينا أدون وركتو العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف سيدي حلوليدي هداد آمنتنا وباب عدك كويال لكن مركز لا إله إلا الله اختيار كاغا كتري أياد قورتا قشتي إن إلهي أقدم بين السطة الذي قدونك هل كما أنت عشر كنوهي نوجه